فارس اسكندر، ليه انت ذكوري؟ حلوه مش حلوه؟ لا شو بدي يكون انوثي مثلا؟ لا رجولة، الرجولة مش شو الفرق بين الذكورة والرجولة؟ لا في فرق، يعني الذكورة هي حدا بيتعاطى بذهنية فوقية مع المرأة، بينما الرجولة صفاتها. مين حط النقط الخطوط؟ مين اللي قيم؟ مين اللي حط اللغة العربية المقارنة؟ هي اللغة العربية حطتها بشك أنا. مين الفلاسفة اللي حطوا النقط على مش الحروف؟ كل ذكر رجل. مين قال؟ مش كل رجل ذكر. مين قال؟ طب أنت عرف لي يلا خلينا. الذكورة صفة موجودة بالرجال. يعني ما فيك تيجي تعتبرها انتقاص من الرجال، هي يعني صفة موجودة فيه. الذكورة إذا بدك تاخذيها بالمعنى الجسدي، معنى الجسدي ما بيكتمل الرجال كجسد بدون الذكورة. بس هني صاروا هلا عم يستعملوا الذكورة وكأنها إهانة وكأنها نقص بالرجال، لا هي اكتمال للرجال. بس طبعا أكيد صفة الرجولة موجودة ولكن لا تكتمل إلا بالذكورة والعكس صحيح. يعني أنا بالنسبة لي ما بينتقص، ما بكفي يكون رجل. أنا ما بينتقص مني، ما بينتقص مني إنه إذا أجت وحدة قالت عني ذكوري. لا أنا شو يعني ذكورة؟ يعني أعطيني تعريف. أنا بسألك إيه؟ أنا بسألك إيه؟ لا تعريفك أنت فارس. لا هو تعريفي أنا للموضوع إنه هني لا مش هيك، هي مسألة اللي عم يراهن عم يتصيد بالماء العكرة بفوت على نقطة إنه الذكورة إنه هيدا الشخص ما بيفكر إلا سكشوال، أو هو بيشوف الأمور من منطق جسدي أو تفكيره أو رجعي. لا مش رجعي، أو ما خص فوقي رجعي. ما خص رجعي. أو ما بيأمن بحقوق المرأة. ما خص ما خص ما خص، هذا كله سوا، كله هيدي البهارات تبع تبع السوشيال ميديا. أنا بالنسبة إلي اللي بده يتصيد بالماء العكرة بحطك بخانة على إنه أنت غرائزي، تفكيرك غريزي مثل كأنك بعيد الشبه شي حيوان محصور هيد... إيه إنه هيدا هي الذكورة، إنه أنت من الرجولة ما بتملك إلا بس الصفة الجسدية للرجال أو الذكر يعني. بس الرجال إنه الرجال أوكي على راس والعين مواقف وشهامة وشجاعة وطيبة وفروسية وهالأمور هيدي، بالوقت اللي أنا بشوف إنه المرأة الشرقية أكثر ذكورية من الرجال بكتير. شوف طبعا ما بقدر ما اوقف عند هذا الكلام. بدك توقف عند المرأة الشرقية هي ذكورية أكثر من الرجل؟ قمة الذكورية. شو يعني؟ يعني لما بتجي أنت لعند المرأة الشرقية أول شيء بس تقربي لها على الرجال اللي هن بمحيطها، عم نحكي خيا بيا زوجة ابنها، بتقول لك لا أنا ابني ما بقبل تحكم فيه مرته أو تعطي رأيي، أنا ابني رجال، أنا ابني هو سيد نفسه. ايه؟ أنا خيي ما حدا بيقول له شو بده يعمل، خيي لحاله بوزع زكاة على بلد، هو رجال وبيفهم شو بده يعمل. بيي لا خلق رجال قبله ولا خلق رجال بعده. طيب هيدي عم تتغنى بالرجولة. عم تتغنى لأنه بخصها. مش كل الرجال خارجين قال عنه رجال، ومش كل النسوان خارجين قال عنه نسوان. يعني هي بتجي بتقول لك انه ابني غير شكل عن العالم، خيي غير شكل عن العالم، بيي غير شكل عن العالم. بتقول عن اختها ما بتقول عن امها. لا هودي بجنن، هودي هني معصوم. مثل لما نحكي بعيد الام، امي اروع الامهات، بتكون ما بعرف شو في ماضي، بس كلنا بنشوف انه امهاتنا احلى الامهات، وهي بتشوف الرجال بمحيطها هو الرجال الصحيح، بينما اي شخص بتحس انه هي ما عجبها ما حبته تنتقص منه وبتتنمر عليه وبتهين رجولته، بتقول له انت ذكوري. بكل بساطه انت منين بتعرفي؟ من موقف بسيط حكمت عليه انه ذكوري؟ ما يمكن يكون بيك ذكوري اكثر منه، ابنك ذكوري اكثر منه. انا بعرف نسوان وفهمانين ومتعلمين ومثقفين بتقول لك يقبرني ما ابني ظهر اول رونديفو او صار رجال، بتفتخر انه صار رجال باول رونديفو، عمل عليه اجنسيه وصار رجال. وببنتها لا هيدا صبي بلا اخلاق ذكوري، حكي كلام مع بنتي ما بيسوى، عكس الآية ما بتركب. هيدي عم بحكي عنها انا، انه نحن بنشوف النص اللي بدنا نشوفه من الكبايه، مثاليين اوفر، بس لما توصل المسند قلنا لا، بي غير، ابني غير، جوزي غير، حبيبي غير. فارس اسكندر رجل ام ذكر يعني بهالمعنى؟ اذا يعني بعد ما هيك حكينا ما عمل لك شو الموضوع؟ يعني انا بدي اقعد اقيم حالي، انا الناس اللي بمحيطي، الناس اللي بختلط فيها، اللي بشغلي، اللي بعملي بحياتي، هي بتقدر تحكم بهذا الموضوع، لانه هيدي لفظ بده مواقف. بدي دغري هيك ادخل مباشره بالموضوع. فارس اسكندر قالت ذكوري، قالت من داعي السرور كملها. ذكوريتي انا فيها فخور، المشكله انك قلبتي على ذكر من كتر ما مرق على راسك ذكور. يعني الناس اللي انت اختلطتي فيها هي فعلا كانت ذكور حسب ما بتشوفي انت بالذكوريه. مرق على راسك ذكور؟ ما فيها اتهام طبعاً بالشرف؟ اكيد 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 طبعا فيها اتهام.